بالك وسع 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 بالك خويا انت وسع بالك وسع بالك وسع بالك وسع بالك خويا اكيد وسع بالك وسع 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 بالك وسع بالك ايش اللي صار وسع بالك ايش اللي صار وسع بالك خليك سبور وسع بالك خليك سبور احسب لي العشرة وسع بالك فكر في العشرة برد دمي احسب للعشرة وسع بالك وفكر في العشرة برد دمي وسع بالك وسع 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 بالك وسع بالك وسع بالك خويا العزيز وسع بالك اهلا وسهلا ومرحبا بك اهلا بك خويا سيدي جو رمضان اللهم صل على النبي باش صل على النبي المخرج بالسدابي القوت والزبد العربي والبن الحمد لله تحكي لنا تو هكا الجو في رمضان في بيج هو جو مريق مصلي على النبي شوف كل خير خم اللهم صل على النبي بيه الحشيشه نتاع رمضان هذيك وسع البال احكي لي كيفاش مع الحريف يلزمك توسع بالك المغالب هذيك خدمة السوق صح تقول انت معناها توسع بالك مع هذا كان فما شويه هكا عوج ولا شويه دليل نقولوا احنا نقولوا مش دليل ما ويزر الدليل برشا برشا زاده صاحبي مش بيه لو تحكي لي كان مره صارت لك هكا طرفه صغيره مع حريف والله يا ليه هكاك ساعات فهمني هم كاعطيني شويه ريقود تقصها لي وهي ما تقصش فهمني كل واحد شكون راهي ما تقصش في الساشي تحط القوت تحط هكاك تصلها يكبش معك ما تقول انت هو يدلل عليك مش هو مش هدلال هو يحب هكاك ركبت له هكاك ركبت له هكاك ركبت له هكاك وانت يلزمك يا صاحبي توسع بالك معاه بي ولهنا احنا نسالوا بكري معناها تبارك الله الحانوت هذه معناها معروفه في باشا وقالوا لنا بجوا حتى من تونس العاصمه ولا كيفاش تكون كل عام صاحبي كي جبن قوتر يجيو العباد نسوس يجيو من كل البلاد صاحبي من كل البلاد يجيو وكي شنو نوعيه الحرفيه معناها كيما الباجيه كيما التوانسه كيما المنابل لا مش كيف كيف بيان سور ديما البراني يدلل عندنا برشا يدلوه معناها تقول انت مضياف معناها مش برايني خاطر كلها اولاد بلاد السلام عليكم يا سلام تفضل مرحبا بك لا عليكم تلفز اخويا اي مرحبا قل لي معناها نقول احنا راهو البراني شيطان معناها كل اولاد البلاد اما ضيف معناها البراني البراني يدلوا في البراني تفضل تفضل باش نعطيك مسيو نكمل الانترفيو من بعد نعيش باهي تفضل اش بيك ما يسالش نرجع لا ما يسال انت ضياف وفهمتني يدلوا تشيخوهم تفرحوا بهم اكيد اكيد صاحبي اكيد اكيد صاحبي يدلل يعني يهز كل شيء قوت مخارق وانا هي اكثر جهه تقول انت معناها تجي للبياجة باش ياخذوا القوت مثلا تونس تونس العاصمه تونس العاصمه معناها تونس قريبه مع انه تروت يجي فيصل في سويعه ويروح التوانسه يجوا معناتها ياخذوا من هنا من هنا التوانسه ياخذوا يجوا من هنا اي ياخذوا من هنا يجيو التوانسه الصباح ياخذوا شوف يعني كل قدام ريكوتا بالقرطين نعم 55 كيلو لكن نبيعوا بالقرطين شوف 55 كيلو 55 وهي فيها كيلو فيها 900 جرام انتوا الميزان لا يبيعون في القرطيل مش بالكيلو في الباشا ما يبيعوش لا ما عندي رسم الباشا هذه قوتة ولا واضح هذه بالميزانة ما بتبيع مو بالقرطيل كما يا بابا هذه تتبيع بالميزان الكيلو 55 نعم 55 ربعين كيلو ريقوتا ب 55 واضح كي شنو هي بيع هي تبيع بالكيلو بالكيلو هو الناس تبيع فيها بالقرتيل وهم يبيعوا ايش معناها قرتيل القرتيل هذاك هذا قرتيل يتسمى وهذا محبس هو قال لك هو بالكيلو معناها الناس تبيع فيها انا هم لا كلهم يبيعوا خي انت برك ها هو مشكون يبيع فيها غير امشي اه يمشي خوذ ما عنده عليه جاي
ما قلنا نفهم فيك على خاطر العباد برا يرحم بيك عشكوية ما نبيعوش القوتة برا عشكوية انت تفهم سوى اسمع هو يقول لي اتا يفرحوا بالبراني ويوسع في بالها مع البراني انت خيطوة ذاك ليه يعني هاني براني يخذك بيش يعاون بيه انت تفهم فيها القوتة تفهم بالجبل عشكوية خلينا برا سيبنا عشكوية وين تعمل نفرح بالبراني وين تفرح به وسع بالك وسع 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 بالك رحم بيك رمضان مسخانة تفرج كيفاش برا 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 ما نجي لسبيع مش معقول ربي عينك ربي عينك يا ودي ربي عينك على خاطر التلفزة تبدل الكلام كل شيء يعني شي تشوفوا تلفزة وحدك تشوفوا تلفزة تبدل كلامكم كلامكم كله يتبدل كنت ونوع وليت ونوع يعني حط بلاك وقول راي هذه كذا كنت تبيع في المرقاز وليت تبيع في الجبن 10 في كيلو 10 ريال يا ودي نجم نعمل لك كمية بلاك انت قلت تبيع في المرقاز وقلت طب يبير يرحم بيك انا في مره يشاوروه خلوا يشوف الاخلاق نتاعو يعني بالله يشاوروه خلوا وصوا بيك مساعد بيه بيه وساعد بيه كيفاش المود وساعد بيه دخلك انت وساعد بيه وساعد بيه ميسالش انا باهي انت جرتك انت هذه جرتك انت هكا يضربني علاش تضرب فيك فيك وجايب علاش تضرب فيك انت زيد علاش تضرب فيك كبير بالك وسع بالك وسع 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 بالك راجل كبير راجل علاه هكا راجل كبير راجل هكا امشي اخدم على راجل علاه مش مفرقكم عليا انت خلي عني بيه خلي عني بيه وسع بالك خويا وسع بالك خلي عني وسع بالك هكا يضرب فيه كنا نحكي وسع البال وخذ راجل وسع بالي طيب انت توك يجيك واحد براني تعمله هكا تعمله هكا تعمله هكا هكا تضرب الواحد هكا تزيد هكا تزيد يا خويا مثلا نحكي وقعد وسع البال تضرب تضرب بثمان ربي تضرب بثمان ربي مثلا نحكي وعلى وسع البال على وسع البال وسع البال وسع بالك هاك دي هاك دي وسع بالك وسع بالك وسع بالك وسع بالك ايش بيك ايش بيك ايش بيك انت منين جيت علي تضرب العباد انت منين جيت علي تضرب العباد انت علي تحكي وانت البلاد يا تب النار كي تعرف هاتك الموت برافو أحلى حانوت بلدية أحلى حانوت بلدية أحلى حانوت بلدية عصير شبيه من جيه هذي من جبتوها هذي من جبتوها تبع الجوزة كيكا يبر راس كويس كيكا الموت على الجوزة الموت على الجوزة يا عديك الساعة بركة لو فيه وسع بالك وسع بالك خويا العزيز وسع بالك